واحنا مقبلين على نهايه العام الحالي، كل سنه وحضراتكم طيبين. ايام قليله بتفصلنا عن بدايه سنه جديده. وزاره الصحه اعلنت النهارده من خلال المتحدث الرسمي ليها الدكتور حسام عبد الغفار عن اجمالي التطوير اللي تم في عدد من المستشفيات في مده 6 شهور فاتت بس. وزارة الصحة أعلنت أنه إجمالي هذا العدد من المستشفيات 11 مستشفى بتكلفة 2.2 مليار جنيه في 7 محافظات، وده من شهر يونيو اللي فات لغاية ديسمبر الجاري اللي احنا فيه. في مدة 6 شهور فقط قدرنا أن احنا نطور ال 11 مستشفى دي بتكلفة تعدى 2 مليار جنيه. المحافظات اللي كان فيها هذه المستشفيات اللي تم تطويرها: الأقصر، سوهاج، دقهلية، بني سويف، جنوب سيناء، الجيزة، وكفر الشيخ. المميز ان احنا بنشوف محافظات مختلفة ومتنوعة في اقاليم مصر المختلفة، وتحديدا كمان ارجع واقول انه في صعيد مصر اللي كان بيعاني كتير جدا من الاهمال في الخدمة الصحية تحديدا. كنا نلاقي على طول اهالينا من الصعيد لازم يروحوا القاهرة او وجه بحري علشان يتعالجوا او علشان يلاقوا مؤسسات صحية او طبية كويسة وجيدة وصالحة وفيها خبرات وفيها كفاءات يقدروا يتعالجوا فيها. لما النهاردة بنشوف مستشفيات كبرى، والحقيقة تم الإعلان بشكل مفصل يعني من خلال البيان اللي أصدره الدكتور حسام عبد الغفار عن هذه المستشفيات، من بكده إحنا بنوفر بنية تحتية طبية تليق بالمواطن في أي مكان في مصر، مش مضطر اللي موجود في سوهاج ولا في أسيوط ولا في إنا ولا في الأقصر يروح القاهرة أو يروح اسكندرية أو يروح أي مكان في وجه بحري علشان يبحث عن الكفاءات الطبية أو عن المستشفيات المجهزة أو عن الأجهزة المتداولة. أعتقد دي نقطة مهمة جدا، خاصة كمان لما نسمع أنه مستشفى مثلا من المستشفيات اللي تم تطويرها دي في راس سدر في محافظة جنوب سيناء، يعني حتى المناطق البعيدة شوية اللي تعتبر مش يعني في الخريطة الاهتمام الكبير قوي يعني زي ما بنقول، كمان وصلنا لراس سدر وقادرين ان احنا نطور فيها مستشفى بهذا الحجم من اجمالي 11 مستشفى في 7 محافظات.